في بعض الأحيان قد تبدو الأمور المجنونة تماماً مثل الابتكارات العبقرية بالرغم من عدم قبولها في البداية من أغلب الناس، ولكن كثيراً ما تغير فكرة غريبة الأطوار من العالم اليوم. في هذا التقرير سنعرض عليكم 10 أفكار بدت مجنونة في البداية لكنها أثبتت فعاليتها. ابقوا معنا. أجهزة التلفاز. تم اختراع ناقل الصور الحركية عبر المسافات الطويلة أو ما يعرف بالتلفاز في أوائل القرن العشرين، ولكنه لم ينجح إلا بعد عدة عقود من اختراعه، وذلك لأنه كان ابتكارا غريبا ولم يؤمن أحد بنجاحه، وحتى المستثمرين رفضوا التجارة بصناديق الصور الحية. وفي عام 1926 كتب المخترع لي فرويست أن التلفاز نظريا وتقنيا هو ناجح، ولكن تجاريا وماليا هذا مستحيل. الهاتف المحمول. استنادا إلى فكرة أقراص العسل، اخترع مارتن كوبر الهاتف المحمول، حيث كان هذا الجهاز عبارة عن ذاكرة من 30 رقما يعمل لمدة ساعة واحدة ويحتاج 10 ساعات للشحن. أخبره الناس من حوله أن هذا الاختراع لا يستحق المخاطرة، ومع ذلك اصطفوا أمام المتجر في اليوم الأول من المبيعات. الإيموجي. تم إنشاء الرموز التعبيرية في عام 1963 من قبل الفنان الأمريكي هارفي بال، ولم يتلقى سوى 45 دولارا لاختراعه، حيث اعتبرت فكرة سخيفة. وبعد بضع سنوات بدأ رجل الأعمال الإسباني برناند موراي بباع وترخيص الابتسامات، فجلبت له أكثر من 50 مليون دولار. الحواسيب الفائقة. عندما كان غوراف خان يدرس الثقوب السوداء كان مختبره يحتاج إلى حاسوب فائق باهظ الثمن، ولكن كان لدى غوراف فكرة أخرى، فقد اشترى 412 وحدة تحكم من أجهزة البلاي ستيشن 3 وقام بتركيب نظام تشغيل آخر عليها، واتضح أنها أقوى وأكثر كفاءة وأقل سعرا مقارنة بالحواسيب الفائقة باهظة الثمن. صفحة المليون دولار. في عام 2005 قرر طالب اللغة الإنجليزية أليكس تيو العمل لكسب المال لتعليمه، لذلك أطلق موقعا إعلانيا على شبكة الإنترنت حيث قام ببيع كل بكسل عليه بدولار واحد، فيمكن لأي شخص شراء قسم من الموقع ونشر رابط إلى صفحة الويب الخاصة به. وفي أقل من 6 أشهر حصل أليكس على أكثر من مليون دولار. حانة القلوب المكسورة. ابتكر الرجل الأعمال من مقاطعة بانجيانغ الصينية حالة تمكن الناس الذين يعيشون حالة صعبة البكاء فيها دون الشعور بالخجل، وعند مناقشة هذا المفهوم قال الناس له لا أحد يحتاج إلى مثل هذه الحانة وأنها عبارة عن فكرة فاشلة، ولكن حانة القلوب المكسورة سرعان ما أصبحت المؤسسة الأكثر شعبية في المدينة، ويمكن العثور على نظيراتها في كافة بلدان العالم المتقدم. هولا هوب. يمكنك كسب الكثير عن طريق إعادة اختراع أشكال لهذه الطارة، وقد أثبت ريتشارد كنير مخترع طارة الجمباز ذلك، وعلى الرغم من أن أحدا لم يعتقد في نجاحها التجاري، ولكن بعد شهر من انتهاء التجارب اصطف الناس للحصول على هذه القطعة المستديرة من البلاستيك. النمل الجراح. جاء أسلافنا بهذه الفكرة في الألفية الأولى قبل الميلاد، وفي ذلك الوقت لم تكن هناك أدوات لخياطة الجروح، لذلك استخدم الناس النمل والتي تثبط حواف الجروح بفكوكها القوية. والمثير للدهشة كانت هذه التقنية مستخدمة حتى القرن السابع بعد الميلاد. كرات ضد التلوث. كان خزان لوس أنجلوس للمياه معرضا لخطر التلوث، فضوء الشمس بالاشتراك مع الكلور والبروم يمكن أن يجعل المياه مسرطنة، وقد اتخذ قرارا غير عادي لملء الخزان بكرات بلاستيكية عائمة، فمنعت الكرات ظهور الطحالب وتسخين المياه وسرعان ما أصبحت نظيفة مرة أخرى. المغزل الدوار.
اللعبة الأكثر عصرية لعام 2017 هي في الواقع مجرد نسخة مطورة من دولاب الورق الهوائي، لكنها أصبحت الآن لعبة تدفع نصف البشرية للجنون بها. ففي أسبوع واحد جمع تطبيق لفيديو مخصص لها أكثر من 7 ملايين مشترك، وأما الأعمال التجارية فقد جلبت مليارات من الدولارات.